هنا يبدو الخطر داهما في كل زاوية. فهذا موقع الرادار الإسرائيلي المطل على بلدة شبع جنوبي لبنان، والواقعة عند الحدود اللبنانية السورية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. بلدة مرت إسرائيل منها، فكان هذا المشهد مشهد لم يرهب الآلاف من سكانها، فقد تعودوا العيش تحت سماء عقمت أن تنجب لهم خيرا، سماء لا يهبط منها سوى قذائف وصواريخ إسرائيل. هكذا إذن كتب عليهم أن يعيشوا في مواجهة مع احتلال تحلق في السماء مسيراته وتقصف بيوتهم طائراته، ورغم كل ذلك يظل تشبث غالبيتهم بالأرض. متمسكين ببيوتنا، يعني بيت الواحد عرضه، عرفت كيف؟ ما فينا أن نطلع من شبعة دقيقة، حتى لو الكسف أطراف شبعة وانضربوا كذا بيت بشبعة يمكن عرفتوا فيها، والحمد لله صامدين. أنا بفتخر فيك يا شهيد يا بطل، أنت يا خيي. هنا يشيعون شهيدا اغتالته مسيرة إسرائيلية، وواحد من العشرات الذين قضوا من أبناء شبعة. أرادت إسرائيل أن تثنيهم عن المقاومة، لكن رسالتهم كانت لها أقوى. على اختلاف مذاهبهم تجمعوا، هتفوا، بكوا، وأحيانا صمتوا، لكن الصمت هنا أبلغ من كل الكلمات. نحن عندنا أرض محتلة، مزارع شبعة بدأت ترجع إن شاء الله بإذن الواحد الأحد، ونحن إن شاء الله على الشهادة. صامدون هي رسالتهم، وإسرائيل عدونا والمعركة قادمة لا محالة. شعارات خالطت حياتهم فصارت جزءا من واقع يعيشونه في كل لحظة، واقع يبقى عنوانه الأبرز تحرير الأرض هنا وفي فلسطين المحتلة، واجب لا نحيد عنه حتى وإن روت الطريق دماؤنا. في مواجهة مزارع شبع المحتلة يعيشون، لا خوف هنا، فأصحاب الحق يملكون العزيمة، عزيمة تجعلهم يؤكدون أن إسرائيل حتى وإن قتلت البشر وهدمت الحجر ستنبت الدماء التي تسيل أجيالا تكون قادرة على تحرير كل شبر محتل. أحمد مصطفى، الغد، جنوب لبنان.